تسمح لي يعني اقول حاجه كده لكل المشاهدين يا جماعه، كوني ان انا واثقه في الدكتور الموجود معايا او واثقه في النظام الغذائي او النظام الدوائي، فده لو احنا بس فكرنا لدقائق تمام. ان احنا بنشوف اعلانات وبنشوف منتج واحد هو بيتقال ان هو هيخسس كل الناس، حلو؟ بالظبط. طب نفترض ان الكلام ده صح، اوكي؟ وهياخد المنتج وهيسد الشهيه، وانا اصلا باكل ما مرة واحدة باكلش في اليوم، كتير، باكل حلو، مرة واحدة في اليوم. بس دلوقتي انا الحرق عندي ضعيف، طب هو يعمل لك ايه المنتج؟ ما انت كده كده ما بتاكلش، او نفترض انت بتاكل بس الحرق عندك ضعيف. يعني انا عايزه بقى اتكلم في النقطه دي، ان ما فيش حاجه اسمها منتج واحد لكل الناس يا جماعه، احنا كلنا جسمنا مختلف، ما ينفعش انا عن اختي مختلفه. الاخت طباعي، ظروفي، شغلي، حركتي، طبيعه اكلي، طبيعه حرق جسمي، طبيعه جسمي بيخزن ميه ولا لا، السموم المتراكمه في الجسم، دايما بنعدد في نقط كتير قوي ومعايير كتير قوي هي اللي بتخليني اعرف همشي ازاي، طبعا ايه النظام اللي هيكون مناسب بالنسبه لي. فما ينفعش ان انا اخد كل ده واختصره في حاجه واحده اقول لك خد دي هتخس، او خد هتنفع مع النظام ده مين؟ ما هتمشي. هتنفع مع طفل، ولا هتنفع مع سيده كبيره في السن ممكن يبقى عندها ضغط او سكر، او هينفع مع يعني طب لا انا هيسد شهيتي؟ طب والحاجات اللي عندي، نفترض عندي غده يا دكتور، ممكن تكلمنا عن الناس اللي لا، عندها الغده؟ الناس اللي عندهم غده ليهم انظمه تانية مختلفه خالص، سديت شهيتك وجرعات يا سيدي دواء مختلفه. وخدت المنتج ده، انت انا عايز مش اقول لك هتخس. حتى لو نفس المنتج، انا ممكن ادي نفس المنتج لحد مريض غده بس اديله جرعه مختلفه خالص، طبعا هدي المنتج لطفل اديله جرعه مختلفه خالص. ما لازم اشوف الحاله ازاي وانا هعالجها ازاي. طبعا احنا ده علاج، علاج ان انت مشيت في مسار غلط، ازاي نصحح المسار ده. انما حاجه واحده هتمشي على الناس كلها يعني لا، الموضوع الفكره مش صح. البدايات ممكن تكون قريبه من بعض، يعني خلينا برضو نكون واقعيين، اغلبيتنا هنبدا بدايات واحده بس تكمله المسار مختلف تماما من شخص لشخص. بالتاكيد بنغير في النظام الدوائي على حسب المعطيات اللي انا باخدها منك، هركز معاك في سد شهيه، هركز معاك على معدلات حرق، هركز معاك على اخراج سموم الجسم، هركز معاك على تحريك الدهون، هركز معاك في حاجات معينه. بعد كده طبيعه استجابتك، طبيعه النتائج اللي انت ماشي فيها، لان انا ماشي معانا مع بعض. نتائج على الشاشه يا جماعه، والله العظيم بجد انا ما مش كلام، يعني لا لا مش حد كلام، يعني انسانه غير التانيه خالص، يعني وهنوري قبل نتائج، وبعد في فرق هنوري نتائج شاسع. تانية كتير وحاجات فروقات كبيرة ومشاكل صحية اتعالجت، مش نزل في الوزن بس، لا مشاكل صحية اتعالجت وأدوية اتبطلت. يعني القصة مش مرتبطة إن أنا أنزل في وزني بس، اوكي، لا أنا في أدوية كنت ماشي عليها سكر، أدوية كنت ماشي عليها ضغط، أدوية كوليسترول، حاجات معينة كده بطلتها خلاص. طيب عشان نفكر كل مشاهدينا، قبل كده يا جماعه انا اتكلمت لمنظومه دايت اونلاين على الهوا معاكم اكني حد يعني بعيد خالص ومش في بالظبط. برنامج، وكلمتهم كان اول حاجه قالتها لي الدكتور انا عايز منك تحليل كذا وكذا وكذا وكذا. تحليل بناء السي بي على سي، ايه بتطلب التحليل؟ يعني هل التحاليل دي بتطلب من كل حد بيتصل بيكو، ولا مثلا بعد ما انتوا بتسمعوا الحاله الصحيه بتاعتي فبتطلبوا؟ ما انا ممكن اكون مش عندي غده بس انت تشك ان انا عندي مشكله او كسل في الغده، او ممكن اكون مثلا عندي فقر دم، يعني هل كله بيطلب منه نفس التحاليل؟ بص، في حكمه كده بتقول لك دايما ايه، لا تنتظر عشان، لا تنتظر تجوع عشان تاكل، لا تنتظر تعطش عشان تشرب، لا تنتظر طبعا. تتعب عشان تريح، لا تنتظر تتعب عشان تعمل تشيك اب. طب يا جماعه، هو بشكل المفروض ان احنا بشكل دوري، والناس في اوروبا وبره مصر كلهم بيعملوا كده بشكل دوري، انا بعمل تشيك اب على نفسي، انا كده كده محتاج التحاليل ان انا اطمن عليك وابقى عارف ان انا مفيش حاجه تانية هتعوقني وانا شغال. تحليل الغده وتحليل السي بي سي هم دول اهم حاجتين، وانت بشكل روتيني مش هيحصل حاجه خالص لو كل 3 شهور او كل 6 شهور عملت تشيك اب على نفسي، عملت شويه تحاليل كده، شفت الكوليسترول اخباره ايه، شفت الدهون اخبارها ايه، شفت الكلى. ده حاجه المفروض تبقى روتين عندنا كلنا، نبقى عارفين الدنيا معانا ماشي ازاي، عشان لو في اي حاجه المؤشر بتاعها اختلف ابقى عارف ان انا عندي حاجه غلط، مش لازم استنى ان انا اتعب من الغلط ده. انا لو مش قاعده معاك يا دكتور في البرنامج، او مش لو مذيعه، ولو حد عادي عنده سمنه مفرطه واتصلت بكل صراحه، انا لو الدكتور اللي رد عليا وقال لي انا عايز تعملي تحاليل كذا وكذا، انا هصدقه، يعني انا هكمل معاه. ليه؟ لان هو بيفتش عن السبب، سبب عن الاسباب مش بالظبط، بيعالج اللي هو انا هساعدك فاللي هو حبه وانا هرجع تاني، لا ده اصلا بيعالجني. فدي النقطة اللي أنا عايزة أتكلم فيها مع حضرتك. بس دكتور الدايت زي ما بنقول دايما هو مش دكتور سماعة، أنا دكتور بشوف لايف ستايل كان ماشي إزاي وبغير اللايف ستايل ده.
اكيد في المعطيات اللي انت بتديهاني وانا بتكلم معاك في التليفون لما تقولي طبيعه اكلك، كميه اكلك، طبيعه شغلك، بتسهر ما بتسهرش، الحاجات دي كلها ببدا احط ايدي على الاسباب. طب ما حد بيقول لك انا بفطر بدري وباخد سناكس وبتغدى وبتعشى وما بسهرش، وبيعمل اغلبيه الكلام اللي احنا بنقوله، وبزيد في الوزن برضه. حلو. طب هنا هبدا اشك بقى، ممكن مشكله في الغده. طب عندك امساك؟ ما اشوف بقى في حاجه هنا بقى عضويه هي اللي موقفه معايا الحرق. بس هو اغلبيه الناس طبعا بتصل يعني تلاقيه بيقول لك ايه، اصل انا ما باكلش غير طاقه واحده بالليل، اصل انا بحب اكل بعد 12، بحب قوي بعد 12 بيبقى في اكل كده يعني ملوش حق. والتلفزيون بقى والسهر، واحنا يعني كدا. احنا لسه ما دخلناش على الفصل الشتاء. انا ما بحبش الميه، مش اشرب ميه. انا باكل حوادق كتير بقى. الناس بتتكلم وهو بيديكي مفتاح المشكله. اوكي. ومن هنا انا ببتدي اساعده. بالظبط. عارفين لما حد مش ناجح محدش بيجيب سيرته، لكن لما بيبقى في حد ناجح الناس بقى بتعمل شوشرة عليه. الفترة اللي فاتت نجاحكم خلى ناس كتير قوي تعمل صفحات فيك، والله الحمد لله، وخلى ناس كتير قوي تدخل تقلدكم، وناس كتير تدخل الصفحة من عندك تسرق يعني ناس وترد عليها. يعني بص يعني انجاز يعني الناس دماغها كده يعني فظيعة. بصي هي على قد ما دي حاجات تضايق، بس يعني هي فيها يعني منظور تاني للسعادة، ان احنا الحمد لله واصلين ناس كتير قوي، اقنعنا ناس كتير، لان احنا بنتكلم معاهم بأمانة وبصدق وبنتكلم بجد والله من قلبنا. يعني انا فعلا اتمنى كل الناس تتغلب على المشكلة اللي عندها. طبعا اعرف مشكلتك جاية منين وعالجها وامشي وراها، والموضوع مش صعب. والناس اللي عماله تنزل الحمد لله يا رب مدينا ثقه اكتر، لا هنوصل لناس اكتر ان شاء الله. هنقدر نجيب نتائج احسن. بنسعى بكل الطرق ان اي حاجه هتنزل جديده او نسمع عنها لازم تكون متوفره معانا في المنظومه. طيب عشان نساعد الناس يا دكتور، خلينا الصفحه دلوقتي هتكون معانا على الشاشه يا جماعه. هي الصفحه الرسميه الوحيده لدايت اونلاين. الصفحه ليها اكتر من 250,000 شخص. يعني متهيألي لما بتبقى في صفحات فيها 1000 ولا 2000 ولا 3، انا كده بعقلي يعني البسيط ان انا طبعا مش دي الصفحه الاساسيه، لان النجاح اللي قامت بيه منظومه دايت اونلاين مخلي الصفحه عمال يزيد كل شويه يا دكتور. ده غير طبعا الناس اللي هي مش لازم تشارك في الصفحه، في ناس بتتصل وبتخس معاكم. في ناس بتبعت على الانبوكس على طول، في ناس بتبعت على الواتساب، في ناس بتتكلمنا على التليفونات على طول، كل ده متواجد معانا ومتابعينه. وين